يعني اثناء يعني في لعيبه النادي الاهلي هم بيختموا مرانهم في استاد لوكاس موريبي، توافد مجموعه من جماهير النادي الاهلي الهبوا الملعب بالتشجيع والحماس والنداء افريقيا يا اهلي افريقيا يا اهلي. ده كان نداء هام ورساله كبيره جدا من لعيب من جماهير النادي الاهلي اللي صممت ان هي تؤثر وتساند النادي الاهلي في هذا اللقاء. يتبقى توفيق المولى عز وجل وباذن الله نحتفل بالصعود الى الدور نصف النهائي. اتفضل.